على الزرار الاحمر بتاع الاشتراك وعلى الجرس عشان يجيلكم فيديوهات مع قلع مع دودو. بحبكم قوي واديتوا بوس. عايز عاملين قناه قلع مع دودو. اول ما نبدا اي حاجه دوس على الاشتراك والزرار الاحمر والقلم عشان يوصل لكم روتين مع قلع مع دودو. حذركم كل جايبين عربيه. عروسه؟ لا عربيه. عربيه؟ وريني انا عايزه اشوف العربيه دي. ايه ده؟ ده عربيه بينجو؟ اوه انا بحب حاجه بينجو. فين علامه بينجو؟ طب تيجي نقرا هنا مكتوب ايه؟ بينجو ريس، يعني السباق بتاع رينج. بص بقى، بص 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 يا دودو العربيه دي. طب انا هسالك، العربيه دي على شكل ايه؟ على شكل ارنب. ده ايه ده؟ ارنب. صفار. صفار. بص بص يا اصحاب، بص العربيه دي على شكل فار جميل، وفيها اربع عجلات وفي اسد. هنا وريني، هي في منها اشكال كتير. اه في اسد وفي كان في اسد يا دودو، وكان في ضفدعه، وكان في قطه، وكان في كلب، بس دودو اختار الفار ده. اوكي يلا، مين هيفتح؟ انا. واو استنوا عشان الحته دي عشان تتباع اهو. افتحها. ها دودو فتح عربية بينجو دو الأصلية. واو ايه ده؟ ما شفت ده. تعالوا نجرب. وريني كده، أنا أهم حاجة أشوف شكل العربية. تعالوا نوري لأصحابنا. بصوا يا أصحابي، واو ده فار يا دودو، ده فار مش أرنب. أوكي بصوا، أنا عايزة أجرب. واو بيشتغل. لا ده مش ريموت يا دودو، انت بتحسب ان ده ريموت؟ لا ده مش ريموت. بص انا هقول لاصحابنا، بصوا احنا بنحط دي، بنحطها في العربيه ونضغط جامد، العربيه هتجري. تمام؟ تعال بقى، تعال نوريهم ازاي بنحطها. بص يا اصحابي ازاي نحطها. انا مش عارفه بصراحه دي تركب. بصي بصي، عايزه اقول لك حاجه، دودو بيحسب ان ده ريموت. ايه ده؟ وانا برضه تصدقي انا عارف دي بتتركب. تعالى نوري اصحابنا كده. اه تعالى نوري الاول اصحابنا يا دودو. ارفع ايدك يلا. أوه. ورينا هتركب ازاي عشان لما يشتروها يعرفوا يلعبوا بيها. بتركب فين؟ تعالى اساعدك يا دودو. أوه. بصوا بقى، استنى وريني. بصوا لما بنركبها في الحته دي بندوس. اوكي بندوس على الزرار لونه اصفر. بندوس. طب ايه رايك نعملها في حته، نعملها هنا ولا في حته مزحلقه؟ لا انا عارف هنا الاول. طب اعملها هنا الاول. لا هنا الاول. اعمل هنا الاول نشوفها. يلا نوري اصحابنا. لا لا كده، لا اقف هنا. يلا بصوا بقى، هو هيضغط جامد. اضغط. يلا ريدي ستدي جو. واو عايزين نجربها بقى في حته مزحلقه. تعالى نعمل في حته. يلا اوكي. انا اخترت جدو احلى مكان مزحلق. بصوا اختار المكان ده مزحلق قوي اللي هو بيركب عليه العجله. يلا يا دودو تعالى من اول هنا بقى. هنا هنا ليه؟ بعديها هنا. اه عايز تعملها هنا احسن؟ تعالى عشان هنا يلا حطها. اوبسي. يلا يلا دودو هيحطها وهنشوط بقى ونشوف. مره دودو ومره ميرا. يلا اقعد بقى. يلا يا دودو جو. يلا دودو يلا جو. يلا دور ميرا. يلا نشوف مين اللي هيعملها. واو هات بقى، ده دور ميرا يا دودو. تعالى انا هركب دي لمين. ماشي اوكي تعالى. اهي اتفضل يا دودو. يلا يلا ده دور ميرا دلوقتي. يلا لا ايه ده دودو. بص يلا يلا جو هنشوف بتاعت انهي من اللي اصلا. واو لا ميرا. 2 3 جو. واو نفس المكان على فكره. اه والله اللي دودو عمل فيه. يا سيدي طب جرب كده كمان مره يا دودو نشوف تاني. طب تيجي تنزلها من على الزحلقه تنزل اسرع. لا تعالوا يعني تعالوا نشوف.
يلا دودو هيطلع يعملها من على الزحليقة. يلا يلا يا دودو 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 يلا شوت جامد بقى. واو بصوا يا اصحابي، ولو الفيديو عجبكم بسرعه ما تنسوش تعملوا تدوسوا على الزرار الاحمر. بنحبكم، يلا قول باي.